بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فانطلاقا من الحرص على حاضر الوطن ومستقبله والحفاظ على اللحمة الوطنية وأن ينعم كل مصري بالأمن والحرية والكرامة في وطن يسع جميع مكوناته لا فرق بين أبنائه بسبب لون أو جنس أو دين أو عرق وبدافع من الحب لكل أبناء هذا الوطن ومن منطلق تحمل المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية والإنسانية أتقدم لكم بهذه الرسالة القصيرة. يعلم الجميع أن مصرنا الغالية تعيش فترة حاسمة من تاريخها الآن وتنتظر مستقبلا يعود بها إلى ريادتها الحضارية والعلمية والفكرية والسياسية بإذن الله تعالى، ويزيل عنها غبارا خلفته سنوات كثيرة، وتستقبل غدا مشرقا قوامه العدل والعمل والبناء والتنمية وسيادة القانون. ونحن مقبلون بعد أيام قليلة على استحقاق مهم وهو الانتخابات الرئاسية، لذا فنحن نطالب جموع الشعب المصري العظيم بالحرص على المشاركة بقوة وإيجابية في هذه الانتخابات مراعاة لمصلحة البلاد واستقرارها، باعتبار ذلك مسؤولية جسيمة تقع على المواطنين تجاه بلدهم ووطنهم لا ينبغي لهم تجاهلها أو إدارة ظهورهم لها. وعلى المصريين جميعا أن يتكاتفوا ويتعاملوا بإيجابية مع هذه الاستحقاقات الانتخابية المهمة، وأن يحكم كل مواطن ضميره، وأن يختار من تتوافر فيه شروط القيادة والقدرة على إدارة شؤون البلاد والعباد. كما عليهم أيضا الالتزام بما ستسفر عنه نتائج هذه الانتخابات وما ستقرره اللجنة العليا للانتخابات. إنما يفعله بعض الأشخاص من إطلاق فتاوى باطلة تحرم المشاركة في الانتخابات، محاولين فرض آرائهم بالقوة في بعض الأحيان إصرارا منهم على أنها هي الأفكار الصحيحة وما عداها خطأ محض، أقول إن هذه الآراء التي تحرم المشاركة مرفوضة تماما وتفتقر إلى المعايير المعتبرة في إصدار الفتوى، والتي من أهمها إدراك الواقع ومراعاة المآلات والمقاصد وتحقيق مصالح البلاد والعباد. والقائمون على هذه الآراء يحاولون بث الفتنة وروح الفرقة، وكل ذلك محرم بقوله تعالى والفتنة أشد من القتل، بل ويعد تشويها لهذا الدين الذي جاء ليجمع كل أفراد الأمة على كلمة سواء. وليعلم هؤلاء أن ما يبثونه من أقوال يطلقون عليها مسمى الفتوى وهي في الأصل دعوات تخريب وتحريض على الفوضى، ستقف لهم مصر بأزهرها ودار إفتائها وكل مؤسساتها الدينية والرسمية بالمرصاد، وسنكون بعون الله سبحانه وتعالى حائطا منيعا يحول دون تشويه سماحة الإسلام ووسطية أحكامه واعتدال مناهجه. وستظل مصر شوكة في نحور الباغين والمعتدين سواء من الخارج أو الداخل، وستنكسر عليها أحلامهم في تفرقة نسيجها الوطني والاجتماعي. إن كل خطاب يخرج عن مقاصد الشريعة فيؤدي إلى القتل أو تخريب الأوطان أو انتهاك القيم العليا للأخلاق فهو خطاب مرفوض جملة وتفصيلا. والخطاب الديني الصحيح هو الخطاب النبوي الرباني الإنساني الراقي الأخلاقي الذي يستمع إليه الناس فتهدأ نفوسهم ويحيدون عن نوازع الشر والخلاف، وهو خطاب يملأ القلوب سكينة ويرجع على العباد والبلاد بالرحمة والراحة، خطاب ممتلئ بالعلم والحلم والبصيرة يحفظ الأوطان ويحترم الإنسان وينشر العمران ويزيد الإنسان قربا من ربه سبحانه وتعالى. أبعث برسالتي هذه إلى المصريين، إلى الشعب العظيم صاحب الحضارة، ذلك الشعب الذي ظل صامدا لا تؤثر عليه نوائب الدهر، وأقول له كن متفائلا، فمصر مقبلة على مرحلة جديدة، وبالأمل
والعمل والإيجابية والقيم الأخلاقية سنتجاوز إن شاء الله تعالى تحديات المرحلة. نعم، مصر تستشرف مستقبلها بالأمل وتستجمع قواها بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن خلال سواعد أبنائها ستصل رسالة الأمل الفسيح والعمل الصحيح إلى الناس. إن هذا الشعب يمتلك إرادة قوية، وعلى الشعب كله أن يتكاتف من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل وتخطي المرحلة الحالية بالعمل الجاد على كل المستويات وإغلاق كل أبواب الفتنة. ونطالب بالمشاركة البناءة وعدم السماح لأي شخص أو كيان بتهديد الدولة أو النيل من أمنها واستقرارها. وأنا على يقين بإذن الله تعالى بأن المشهد المرتقب في 26 من الشهر الجاري سيكون انطلاقة قوية لعودة الاستقرار لبلدنا الحبيبة. فيا شعب مصر العظيم، مصر تناديكم، فلبوا النداء الوطني بمسؤولية وأمانة. حفظ الله مصر وجعلنا جميعا من أبنائها البررة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوقي علام، مفتي الديار المصرية.